كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنقدم معكم العصير ديال الدنجال. الدنجال يجي رائع رائع بزاف ما نقول لكمش. المهم نخدموا ونهضروا. اول حاجه خديت جوج ديال الدنجالات، حيت انايا غادي ندير غير نص اطرو ديال الحليب، واللي بغات دير اطرو ديال الحليب بطبيعه الحال غتاخد 4 ديال الدنجالات. المهم غتنقيوهم، بالنسبه اللي بغات تسلقهم تسلقهم، اللي بغات تفور تفور، يعني المهم الاهم هو ان الدنجال يطيب. المهم تاخذوا الدنجلات ديالكم جوج دنجلات، انا كما شفتو خديتهم غير حجم صغير. الا كنتو غتضاعفوا الكميه ديروا 4 ديال الدنجلات. صافي غتنقيو الدنجال على هذا الشكل هانتوما. صافي وغادي ناخذو غنديرو هنا باش يطيب ليا كما قلت لكم. سواء هانتوما انا درت الدنجال ديالي هنا غنغطيه وغنشعل عليه العافيه حتى ان شاء الله يتفور او لا يتسلق الدجال اللي يعجبكم، ونتلاقاو باش نكملوا العصير ديالنا. انتما من بعد ما طاب ليا الدجال غنديرو في مولينيكس كاس اللي غنطحن فيه، وغادي نزيد معاه 3-4 دماغ ديال السنيده على حساب الحلاوه اللي بغيتو. وعندي هنا واحد الفاني، وعندي هنا كاوبيل، ديروا كاوبيل يعني المهم الكاكاو الحلو، ما ديروش المر ديروا الحلو. واحد تقريبا واحد 4 المعالق ولا 5 انت يعجبني نكثروا. صافي وعندي نص سترو ديال الحليب. صافي غنبدا نطحن. ها العصير ديالي تيجي على هذا الشكل، بسم الله شو كتيجي، تيجي الصراحة رائع. وحتى الدراري اللي ما تياكلو الدنجال غادي تشربوه ليهم على شكل عصير، صراحة تيجي شي حاجة اللي هي رائعة في المذاق ديالو. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تنساوش تابوناو عندي في القناة وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. السلام عليكم، تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.